طيب تسلم ايديك يا رواء، انا سجلتها اهي كمان. يعني تسلم ايديك على الشغل والمجهود ده، ونطلع بقى زيتون من الشغل الحلو، او نطلع تفاصيل كمان من الشغل الحلو. يعني احنا وصلنا لمرحله ان احنا ابتدينا ان احنا نطلع تفاصيل من التفاصيل كمان. يعني كانت اخر صوره برضه كان وقفت عندها اللي هي بتاعت عمار، اللي هي دي. وكان في زيتون هنا، كان في سواد هنا، مش عارف حد شايفه اه ولا لا. ليه؟ اللي في السور. في الكتله، الحته اللي هي مطرح العدسه ما موجوده كده. اه ليه؟ بص احنا اتفقنا ان انا في عندي مشكلتين. لما باجي اروح اقلل من السيجمنتس، لما اجي اعمل بروبوليان او اروح اطرح كتله من الثانيه بيطلع الكلام ده. خدت بالك؟ طب انا حل ايه هنا؟ ده لو حد واخد باله كانت الكتله اللي فيها الكيرف، اللي هي شغل الانتيري اللي فيه كان فيه كيرف لو حد فاكره. طب الباقي مش فاكره؟ ادبسكم في امتحان طيب عشان تصحصحوا ولا ايه؟ ده هو ده، ده هو ده. حد فاكر؟ كنت انا بزود سيجمنتس في الحيطه دي، وكنت بزود سيجمنتس في الكتله اللي انا هطرح منها. يعني الكتله اللي انا هطرح بيها بزود سيجمنتس، والكتله اللي انا هطرح منها بزود سيجمنتس. احنا عشان قلنا ما في مش بس سواد، احنا ساعتها عشان اه بنطرح عشان كتلة يشيل الصرعة. الايه؟ حضرتك قلت ساعتها عشان الصرعة اللي في الكتلة ايوه جدع، برافو عليك. هي يا اما تديكي شرشره، يا اما تديكي سواد كده. الكلام ده ما بيروحش بالماتيريال. خلي بالكم من حاجه، هو ده مش شيل. مش فاهمك يعني انت تقصد ايه؟ حاول. لو انا جبت هنا، جبت مثلا كتله زي دي كده يا عمار، هل وجيت قلت لكم يا اولاد كده، انت عندك انهي جزئيه من دي، من الكتله دي اللي هي ضلمه، اللي هي فين؟ الجهة الشمال. اللي هي دي فين؟ هي اللي منوره اهي. يعني لما بتتحرك ايوه ده اللي هو بتتحرك. ده اللي هو يسمى شيد. شيد اللي هو الظل الذاتي، اللي هو ظل الاوبجكت على نفسه، خدت بالك؟ لكن الصوره دي لا تعتبر شيد، ده اسمى في الشكل. دي هي دي اللي ظهرت مننا فينا حد عمار لو انت فاكر، في البدايات خالص. الولز ايوه جدع جدع. فاحنا قلنا الولز دي مش هنستخدمها، بتظهر بقى معاك في الولز، وتظهر معاك في البوكسز اللي انت طارح منها حاجه كيرف ومش مزود سيجن. انت فاهمني؟ يعني لما تيجي هنا كده مثلا، ومثال بسيط، واحنا قلنا مش هنستخدم الولز دي تاني كده، وراح جاي مثلا طارح فيها شيء مثلا في دوائر او حاجه فيها دايره كده. خد بالك؟ اهي وراح اعمل دي كده، واجي اروح جاي طارح دي من دي، اجي هنا ادي كومباوند، واجي اقول هنا بريفوليان اهي ستارت، واروح واخد دي كده. مش عارف حد شايف ان في تغير جه هنا اه ولا لا؟ في سواد ظهر ولا لا؟ الحته دي في صوت حد شايفها؟ وبعد ايوه كده دي بقت مشرشره وما بقتش مشرشره. شن شاء فخدوا بالكم، حتى كمان الحد ما بين الحيطه دي والحيطه دي اختفى، مش عارف حد برضك واخد باله اه ولا لا بالاصرار. ايوه فهو ده كده نتيجه البروبولين، فخد بالك منها بس. تحذيرا بس بسيط، خد بالك لما تيجي تعمل بروبولين الكلام ده ما بيروحش مع الماتيريال. يعني الماتيريال ما بتصلحوش، يعني الماتيريال ما بتشوفوش، فخد بالك. طب انا وصلت؟ عملت بروبوليوم برضو، بس ما عملش معايا كده، او يمكن انا مش هقول واخده لك. بالي. لا هتلاقي ده بس في الكتله كده، هتلاقي ان يا اما انت مزوده سيجمنتس، يا اما انت عاملاه اللي هي اتاتش ثم اكسترود، فانت وفرت البروبوليوم خالص، خدت بالك؟ يا اما انت مزوده سيجمنتس في الكتله اللي انت طارحه بيها. ممكن طيب كان ايوه في صح. حاجه تانيه بتاعت رواق بقى، اللي هي بتاعت الحته اللي ليها بوز. مش فاهمه ايه البوز ده؟ هقول لك. ادي الصوره اهي، وادي البوز اللي هو يتعمل ازاي ده؟ وانا حاولت الدوت بس طلع حاجة غريبة، بشكل غريب. يعني تمام. يبدأ في مكان وينتهي في مكان تاني، طب مش تمام، على الخط. مش على الخط. وهقول لك الزيتونه ليه؟ انا هديك نص درجه المعلومه، لان انت معلومتك صح، هي ما هتتعمل بالوقت. مش فاهمك يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك لما هتيجي تشتغلي هنا كده اهي، هو انت محتاجه من الصوره دي ايه؟ محتاجه 2 من السكاشن اهو كده، ادي ريكتانجل اهو خلاص. والريكتانجل ده انا هاجي اخد منه نسخه تانيه كده، ثم حاجه اروح جاي مصغر يا عمار اللي هي ايه الارتفاع بتاعه على حسب ما انت حاجة. اه بس خد بالك في حاجه، مش احنا خدنا الرام يا اولاد؟ رام الرام اللي انا دبستكم فيه، ايوه خدنا. تمام. ومش انا قلت لكم لو انا ما نقلتش البيفوت هيبقى عامل زي الكوبري، الفراغ من تحت لفوق اللي هي في المحاضره اللي قبل اللي فاتت. ايوه صح. اه فانا كنت عامل ايه؟ ايوه فرحت ناقل البيفوت عشان يبقى
تحت. الارضيه بتاعته على الارض. طب فانت هنا عندك الحته دي هتنقل البيفوت عشان يبقى الحته العدله على الحيطه. مش فاهم منك حاجه. هقول لك تعالي بس هات الصوره كده، شايفه دي؟ انت عايز حته عدله عشان تركن على دي. دي عدله، لكن الكيرف من هنا. حد معايا ولا فين؟ مش ايوه فاهمك برضه. تمام. يعني تعالى هنا كده، انت عندك اتنين سيكشن اهم، شايفهم؟ وهتيجي تروح انت جاي عامل هنا كده سواء لاين وعامل له فالت، سواء انت جبت ارك من هنا زي ما انت عايز. لا معلش ثم هتروح انت ماسك الباث، واجي هنا كده من موديفاي، واجي هنا كومباوند يا رواق، واجي اقول له هنا لوفت واقول له جيت شيب، سواء خدته بنسبه او ما خدتوش، واروح جاي هنا جيت شيب واروح دايس وان كليك. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ عادي، هو ركب السكشن على الباث. هتروح عندي جايه رواق كده وقايل له هنا 100، واقول له هنا جيت شيب، واروح واخد الشيب التاني. يروح عامل ايه يا رواق؟ لا معلش ليها بوز اكتر قوي قوي. هو كان 100، هو 100 ده ايه؟ كان اه متأكد؟ ما سمعتيش هو قوي. كان مقاسه كام يا دكتور اصلا؟ معلش يا منى انا نسمعك. المية ديت، المية ديت يعني في الاخر يعني، صح؟ ما انا انت خلي بالك ما خدتهاش، ما خدتهاش ديستنس يا مان، خدتها برسنت. تمام فهاجي هنا كده اقول له مثلا عند 80%، واجي اقول له هنا جيت شيب وخد الشيب الصغير. صغير تمام. لا هو ده ضيق قوي حضرتك، تعالى هنا اهو كده على لوفت على شيب، واجي اعمار من هنا واروح جاي مكبر على حسب الشيب بقى اللي انت محتاجاه، شايفه؟ بس حضرتك ده نص عادي، امسك ده كده وتعالى قول له لو سمحت اعمل لي ميرور اهو، وتروح انت واخد كوبي خلاص. هتبقى لي كده، أيه. ايه رايك كده؟ تمام. حد معايا وانا ولا؟ عملت خط ورسمت الارك اللي جوه ده، وبعدين رسمت المثلث الاخري ده، بس انا عملته عايزك على خط انا اخير. عايزك تجربيها، معلش جربيها وتقولي وتبعتها لي كمان. طيب في حد عنده حاجة تانية؟ هو كده في حد هيكمل فيه تاني ولا ارفع ده بدرجته؟ لا انا لسه انا هكمل، لسه هعمله. هو طيب انا وقفت معايا بس على القبة بس الكبيرة والصغيرة، عايزة اخلصها بس طب خلصيها وان شاء الله لوحدها وابعتها لي، ولو في حاجه اشرحها لك 1000 مره ما يهمنيش ولا يكون على يا بالي. دكتور. شكرا يا و... دكتور. اه والله لو في اي حاجه هوقف محاضرات خالص ومش هسيب فتفوت السؤال من اي حد منكم الا ما، ولا يكون على بالكم يعني. طيب بصوا بقى، في كام زتونه النهارده؟ احنا اخر ما خدنا ايه شرح المره اللي فاتت لو حد فاكر؟ المرة اللي فاتت اه كأمر جديد يعني، ولا كان ايه؟ لأن اه احنا كأوامر خدنا كل جديدة. حاجة في مصر. كأوامر جديدة الكريت تاني، القبة، التشكيل اللي كان على القبة. تمام، ليه الاستريتور والكلام ده كله صح؟ طيب في زيتونتين بقى في منتهى الأهمية، تحب تاخده زيت أنهي زيتونة مهمة عن التانية؟ ما احنا كله كده كده طبعا. هناخد اتنين، بس تحبوا نبتدي بأنهي واحدة؟ سؤال مش مفهوم يعني، احنا ولا نعرف دي ولا نعرف دي، بس انت قلت لنا من شويه الاثنين اكثر اهميه. واحده منهم مهمه بالنسبه ل2 دي، والثانيه برضك مهمه بالنسبه للشيبس 2 دي اللي انت هتعدل فيه. لا احنا مش فاهمين منك حاجه، واحده واحده بقى. لما احنا جينا خدنا ان احنا ندخل اي بلان، احنا اتفقنا شغل ال2 دي كاد اهم مرحله، وانت بتدخل عندك يا عمار على ايه، على 3 دي ماكس والسكيل والشروط اللي احنا مليناها. كان في حاجتين، ان انت ممكن تروح تدخل البلان عندك مقفول وتفتحه، البلان فين؟ في في الثري الماكس. دي. ونعمله بروبوليان صح؟ طب لو البلان مفتوح هعمل ايه؟ لا انا بريدج. احنا خدنا بريدج؟ لا بس لا قلت حضرتك، لا قلت كده. دي الزتونه اللي هي كانت ايه على الماشي كده. طب معلش هعمل بريدج ازاي؟ هقول فرضا ان البلان ده انا كاني بشتغل كده دلوقتي، وان هنا في عندي هنا ده باب، خلي بالك عشان دي مهمه، مهمه قوي كمان. خلاص؟ وكان الكلام ده يا عمار عندك على الكاد، يعني بدل ما افتح الكاد وابتدي اروح اجيب ده من هنا، كان انا هعمل كاني بشتغله على الكاد، واجي اعمل هنا اتاتش مثلا، واروح ماسك يا رواق كده، واجي ايمان اروح جاي اقول له هنا اهو كده ادي اس بي لاين، واقول له هنا تمات، ان هي الشغل عادي بقى، ادي هنا ترم اهو، وابتدي اقصقص الزوايا اللي هي دي ماشي، واجي اقول له هنا ادي فيرتكس، واروح جاي ماسك كل البوينتس دي كده
واعمل اه هنا ولد واروح بالمره كده كليك يمين وخليها هنا كورنر فورم. ده انا جايب البلان ده كده كده خلاص تمام كده. اي تمام ماشي، سواء ده باب او شباك وانت جيت عملت له اكسترود، فايه اللي هيحصل؟ هيبقى ناقص هيرفع تقريبا، مش هيرفع كويس، لا هيرفع كويس وكل حاجه، بس يبقى خدي فوق من بالك تحت فوق، ايه ده، انا عمري ما شفت باب شقه او باب اي مكان او باب اه اوضه هو مفتوح كده من تحت لفوق، او لو حتى شباك هقفل تحت وفوق ازاي؟ دي زتون هعملها ازاي؟ انا هلغي اكسترود وهاجي من هنا واقول له هنا ايديت بول، حد شايفها؟ اه طيب مين ياخد زتونه هنا؟ بس في منتهى الاهميه، تقريبا ممكن تضرب لك المشروع بتاعك 100% مش نسبه كمان. لا مش ها، ما انا عايز ها بالتاكيد عشان عشان ادبسكم. نضغط يعني زتونه نعمل مهمه ايه قوي. بعد ايدت بول يعني؟ لا هي زتونه في ايديت بولي قبل ما اخش فيه. انا ما فيش ايدت بولي، ايه يا المفروض زتونه. نعمله يعني قبل ما نعمل ايدت بولي؟ لا لا لا، ما انا لسه هقول زتونه بس نتفق. ايه ما انا بقول لكم قولوا عشان نتفق. اكيد يا دكتور قربها لنا واحنا هنقولها، ها؟ يعني قربها لنا واحنا هنقولها. طيب حاضر، يعني اقول لكم السؤال انتوا بتتفاوضوا معايا عشان ما تاخدوش تاسك صح؟ ماشي حاضر ماشي. أكيد هناخد تاسك. طيب ايه الفرق؟ بص ايه الفرق ان انا اجي من هنا كده من موديفاي واطلب له ايديت بولي، وكتير قوي من الناس بتيجي هنا كليك يمين كده يا عمار وتكونفرت تو اديتابل بولي. كليك لا يمين ان انا ما بنرجعش القصر للامر بيفضل تاني، عندي ثابت وانا بحط السبب. عليه، ممكن ان الاصل مثلا بيفضل عندي ثابت وبعدين بحط عليه موديفاير، او لا ان انا اطلع، كونفرت بحوله هو الايد كله، كل الشكل الايد كله. ما هو في كلتا الاحوال هو بيتحول. ايه الفرق؟ مش هنقدر لا بس انا لو مسحت نرجع ايد بولي من عليه تاني، مش كموديفاير هنقدر. ايه في حد قال مش هنقدر؟ بس نعمل ايه؟ مش هنقدر ايه؟ مش هنقدر نرجع للامر القديم تاني. برافو عليك، انت كده واخده 3 درجات بس. انت تسنيم صح؟ طيب بص يا تسنيم، دلوقتي لو انت جيت هنا كده تسنيم وقلت له هنا كونفرت تو، وحضرتك جيت طلبت بولي، ايه ده هو كان اصله ايه؟ مش عارف. طب هو كان ايه سبلاين ولا كان ايه؟ ما اعرفش. طب هل ينفع الغيه؟ لا ما ينفعش. فانت اوعي تكليك يمين تكونفرت، اوعي. طب ما انت تشتغل لنفسك ازاي؟ وقت ما تيجي تشتغلي هاجي من هنا من موديفاي واقول له هنا ادي ايديت بولي. ليه يا تسنيم؟ عشان لو حضرتك حابه اصلا تخفي ايديت بولي مؤقتا براحتك، حابه تلغي ايديت بولي زي ما تحبي. شايفه؟ يا اولاد حد معايا؟ حابه ترجع الايديت سبلاين يا عمار وتعدل حاجه في هو 2 دي زي ما انت عايز. طب ما نعمل معلش كليك يمين كونفرت امتى؟ انت بتعتبر كليك يمين كونفرت تو اديتابل بولي ده لو انت عايز تعمل لوك للكتله بتاعتك ومش عايز حد يبقى عارف انت اشتغلتها ازاي. انت فاهمني؟ تمام. يعني انت بتامن نفسك في كتلتك، لكن ما تامنش نفسك في كتلتك وتحتاج انت ايه تقعد تلطم لان انت مش عارف تعدل في اصلها. فانت وانت بتشتغل الفايل بتاعك يكون مفتوح، يعني انت تطلب من هنا اديتابل بولي. طب هي الاوامر اللي هنا هي اللي هنا؟ ما هو امر واحد. لحد ولا سامعني؟ مايكل طب يعني هو ينفع معرفش. بعد ما اخلص الشغل كله كله خالص احدد كل الاوبجكت بعدين اعمل سيلكت الروت اول واحد؟ واجيبه كده على جنب اهو، ده بتاعك انت اللي هو ده اوكي روحك، فاهماني؟ اللي انت تقدري تعدلي عليه، لكن انت لو تروح تدي للعميل كليك يمين كونفرت واديتابل بولي او اللي انت تمام. ترفعه على الانترنت او زي ما انت عايز. يبقى هو مش هيعرف يعدل الا من خلال ايديت بولي بس، لكن اصله وطوله وعرضه كان عامل ازاي ده بتاعك انت، يعني دايما خلي ليكي نسخه عشان لو حبيت تعدل. أي طب انا مفهوم. بذمتكم الزتونه تستاهل اساينمنت ولا لا؟ لا طبعا ايوه طالما قلت طبعا ندبس بقى. في حد موافق على كلام تسنيم؟ دبستهم خلاص يعني. والله لو ما حد راضي ادبسكم بجد. لا ماشي مش موافقين ماشي خالص. ماشي هتاخد ماشي اصلا ماشي، تعالى بقى نكمل. بص فانا هاجي هنا ادي ايديتابل بولي. طب معلش هشتغل ازاي يعني؟ هقول طب هو انت عايز ايه المطلوب؟ بص ما تخليش تقول ايه طب انا مش عارف اعمل ايه، يعني دخلت جوه ايديت بولي، خلي سؤالك المنطقي هو اللي يدلك ايه الخطوه اللي بعد كده. مش فاهمه، هو انت عايز تعمل اكسترود صح؟ هتيجي هنا كده من جوه. يا نهار ابيض، وانا هختار مين؟ خلي بالك الفيرجنز الجديده بتاعت 3 دي ماكس
لما بتيجي تدوس على الامر الفلاني الفيرتكس مثلا، يظهر لك الاوامر اللي تخصه. يعني مثلا هو انت محتاج هنا ايه؟ اه محتاج والله لو سمحت اروح اعمل اكسترود. ما فيش اكسترود، فين اكسترود؟ في حد شايف كلمه اكسترود؟ لا طب تعالى كده نختار هنا، هنختار هنا، هنختار هنا، شوف كده، الله الله الله، الحق ده ظهر. فاللي انا اقصده ان انت عندك كل امر من دولت لما تيجي تختاره بيطلع الاوامر اللي تخصه. فانت عشان كده هتيجي تاخد بوليجون واروح ماسك ده واجي ادوس على اكسترود. خلي بالك انت ممكن تعملها بالحب زي السكتش اب، لو حد اشتغل سكتش اب ادوس عليها كده وارفع، بس انا ساعتها مش هبقى عارف ان الرفع ده قد ايه. طب هعمل ايه؟ حاجه ادوس على السيتنجز اللي هي على جنب الايه دي، اجيبها كده على جنب. هو انت عايز ترفع الدور كام؟ اكيد 3 متر. اهو هتروح حاطط له ايه؟ قيمه الدور. حد معايا ولا فين؟ تمام. طب تمام. وبعد ما تحط الدور ده هدي له علامه صحوه. لا مش فاهم. طب انت كده استغنيت عن امر؟ اه استغنيت عن امر. طب احنا لسه كنا بنتكلم ان انا اروح اعمل من هنا اهو قفله من فوق او قفله من فوق وتحت. طب دقيقه واحده، طب انا هعملها ازاي دي؟ هو انت عندك ارتفاع الدور قد ايه يا حاج عمار؟ 3 3 متر. يبقى انت محتاج كام خط من هنا عشان كل خط من دول يبقى 30 سنتي، اللي هي قيمه الكاميرا 10 10. انت بتقسم 3 متر على 30 سنتي. حد معايا يا اولاد؟ رواق. ايوه طيب فانا هاجي هنا كده، الله، طب انا هروح اقسمها ازاي؟ لازم اجي اروح جاي ماسك الادج وادوس على ده. طب انا مش شايف منك حاجه خالص، فانت دوس على اف 4. اف 4 هيبين لك الوايرز قدامك. حاجه اختار ده، ادي هنا، ادي هنا ادج، وهمسك ده يا عمار كده وهدوس كنترول واخد اقوى الناحيه دي. طب حد شايف؟ هلف بالاوربت وهمسك دي كنترول وهمسك دي ودي. يبقى انا كده ماسك كام واحده؟ الاربعه اللي قصاد أربعة. بعض. اه فهاجي من هنا كده واقول له لو سمحت روح اعمل هنا حاجه اسمها ايه؟ كونكت. هدوس على السيتنجز دي. مالها كونكت؟ كونكت دي اللي بتزود لك عدد السيجمنتس اللي هم ال10 اللي قال عليهم عمار. حد معايا ولا؟ طب انت ليه زودت ده؟ عشان اجي امسك البوليجون اللي هو ده. طب انا مش شايف، دوس على اف 4. واجي هنا امسك البوليجون اللي هو ده. هو انت عايز باب ولا شباك؟ شباك. اروح جاي هنا كنترول واروح ماسك ده والف الناحيه الثانيه اهي، وامسك دي وامسك دي، ثم حاجه اروح دايس على مين؟ بريدج بريدج اهي. قفلت ولا ما قفلتش؟ أسهل. عمار. معاك هنا. طب طيب يا تمام. دكتور، كده انا بقسمهم بالتساوي، يعني مثلا عايز اعمل لا لا مش بالتساوي ولا حاجه، انت عايزها زي ما انت عايز. حتى كمان انت ممكن تمسكي السيجمنت دي، يعني انت عايزه ترفعي ده كده شويه، مش شويه، مش بالحب ده، انت عايز ترفعيه بمقاسات. انت ممكن تيجي تمسكي الفيرتكس الفلانيه اللي هي دي اهي، شايفاها؟ واجي كليك يمين على موف وارفعها، هي 48 سم من الارض. لا انا عايزها تبقى بكذا، راح تمام. خدت بالك؟ ايوه واجي هنا ادي بوليجون بمنتهى الحريه، ويوم ما تتزنق فتفوتت معلومه ابعتي لي وقتي واتساب فويس كده قولي لي الحق في كذا اعمل ايه؟ تمام خلي بالك الحاجات دي بتجنن، يعني بتقعد تخلي المخ يضرب. فانت اللي عنده المعلومه يديها لك وقتيا يعني. اروح انا جاي كده وكنترول دي وامسك دي اهي، وحضرتك هتروح انت جاي ماسكه الناحيه الثانيه اهي، شايفه؟ كنترول وامسكها اهي، واروح جاي دايس على بيتش. طب تاني يا عمار معلش كده، تعالى كده ادي ايه، اعمل اكسترود هنا اهو، ماشي. اروح جاي هنا ادي بوليجون يا عمار اهو، واجي يا حاج عمار. روان انت معايا ولا اختفيتي فين؟ ايوه يا دكتور. اروح دايس على السيتنجز اهي واقول له قيمه ايه ده؟ هو انا ممكن اخلص المبنى كله بايديت بولي؟ اه طبعا. لا طب انا مش فاهمك، يعني انت رحت يعني ايه هتخلص المبنى؟ طب المبنى ده انت ضحكت علينا وده سوليد، ما ينفعش يكون مجوف؟ ينفع. هتلاقي في عندك ايه هنا يا حاج رواق؟ اه ايه يعني ايه انسات؟ انسات يعني تديكي اوفست، ممكن احطها بردك بالقيمه اهي واقول له لو سمحت انا عايز الاوفست بتاعي كذا سنتي يا راجل. اه وممكن اعمل هنا اكسترود بس مش لبره بقى، ممكن اخليه هنا بالماينس. طب حد شايفه ولا لا؟ ايوه الله 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 الله. طب استنى هنزنقك بحاجه، احنا كان في الفيلا اللي هي بتاعت مدينتي كان في شكل بيراميد من فوق عادي، في هنا حاجه اسمها بيبل. ايه البيبل ده؟ ممكن بيديك مانيوال اروح دايس كده وسهل كده. حد معايا ولا فين؟ ايه ده بالسهوله دي؟ اه ممكن اجي امسك دي كده تاني اهي
وراح جاي قايل له استنى، احنا لاحظنا ان في كلمه اوت لاين. اوت لاين دي بتكبر وتصغر، بتكبر وتصغر ايه؟ لو انت رحت عملتي انسر وديتي له اوت لاين ولقيتيها مش مناسبه، يعني عايزه تقل عن كده، الاوت لاين تحل الموضوع ده، يعني تروح تكبر الاوت لاين او تصغره. شايف؟ انت حد معايا؟ تمام. طب ثم هبتدي اروح جاي اعمل لها هنا كده ادي اكسترود لبره، اروح جاي هنا كده ادي اكسترود، وبدل ما هو يكون بالماينس هخليه بالبلس. عايز احفر هاجي هنا اهو كده واقول له انسات، عايز احفره لجوه ادي الماينس اهي، او ادي اكسترود هخليه هنا بالماينس 1. اه طب معلش في حاجه بقى، طب انا عايز من هنا ازود سيجمنتس، ينفع؟ ينفع. طب هو انت يا تسنيم عايزه تزودي سيجمنتس بالطول ولا بالعرض؟ بطول. يبقى انت هتروحي تمسكي الايدجز العرضيه، يعني انا همسك ده وكنترول وهمسك صاحبنا ده. ليه؟ انت بتمسكي معكوس اللي انت عايزاه، واجي اقول له هنا ادي كونكت زود. اه عايز كام واحده؟ عايز والله قد كذا بحساباتك طول الضلع، وعايزك تخنت الايه العمود الحيطه دي قد ايه، عشان اجي هنا كده ادي بوليجون يا رواق، واروح جاي ماسك ده واجي هنا ادي كنترول اهي، واجي اقول لو سمحت روح اعمل لي اكسترود بالتخانه اللي انت عايزاها. تعالى بلاش ماينس اهو، شايف حاجه؟ حد معايا ولا؟ ايوه يعني انت ممكن تطلعي المبنى كله بالكامل من خلال ايديت بوليا. وصلت؟ وصل وصلت؟ ايوه يلا عشان هدبسكم. ان شاء الله طب تاني اعملها تاني؟ ولا تعملوها ماشي انتوا؟ مش عايز حد ملقلق. حسب هنعمل ايه. هي لا هتعملها تاني اللي هي دي، يعني كان دي كده مش موجوده، وانا معايا اصل البلان اللي هو مفتوح فيه مكان بس، اللي هو ده. اللي هو ده. اللي هو ده. تمام خلاص ابعت لكم ده ولا مش مستاهل؟ مش مستعد طيب سهل يلا اللي يخلص يبعت لي.